السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معك مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كنت وعدتكم في واحد المنشور سابق انني كنت بارطاجيت في فيسبوك، يعني الطريقة ديال باش كنعمرو قنينة ديال الغاز. يعني ما شاء الله غادي نشرح لكم اكثر طريقة مفصلة كيفاش كتتم هاد العملية هادي، ونشوفو شنو هما انواع ديال القنينات اللي نقدروا نلقاهم في السوق واللي هما يعني متداولين بزاف في المحلات التجارية، وهذا اللي تقدر تلقاهم في فاسلم. اول حاجه خصنا نعرفوها ان باش تعمر القنينه ديال الغاز، الغاز تيكون يعني في واحد ليطا غازوز، يعني تيكون في واحد ليطا غازي، حاله غازيه، يعني باش تردوا الحاله السائله او تردوا سائل باش تقدر تشارجي به او تعمر به قنينه واحده اخرى، خاصو يبرد الحراره، درجه الحراره ديال الغاز تبرد باش يرجع سائل. لذلك يعني البوطه اللي غادي نعمروا منها او القنينه الغاز اللي غادي نعمروا منها البوطه الاخرين خصنا نحطوها في الثلاجه باش تبرد، يعني واحد المده ديال ساعتين ثلاثه سوايع على حساب باش تبرد مزيان باش نقدروا نعمروا بها البوطات الاخرين. وبالنسبه للطريقه باش نشارجوها، يعني كتقلب البوطه، مثلا ناخذ على سبيل المثال هذه البوطه اللي غادي نعمروا منها البوطه الاخرين، يعني ملي كتكون بارده باش نبرونشو فيها لادابتاتور كيكون عندنا واحد لو طوندور بحال ما هذا، او غير البوطه الكبيره العاديه اللي كيكون عندنا في الدار نقلبوها باش نبرونشيو لادابتاتور، كتقلبها بحال ما هكا يعني الراس لتحت باش نقدر هذاك لو ليكيد يدوز للبوطات الاخرين البوطات الصغار. دابا غندوي ان شاء الله بالانواع ديال القنينات اللي كاينين عندي، اللي عندي انا بيرسونيل ملي كنستعملهم، حيت كاينين بعض الانواع ما نقدرش نستعملهم، وكل وحده غادي نقدر نحاول نشرح الخصائص ديالها على قدر المستطاع. يعني نبداو بالانواع اللي هي شائعه في السوق. كاينين هادو لي بيرسابل، كيديروا تقريبا واحد 12 درهم. هادو لي بيرسابل يعني خرجهم على باز يعني تقريبا يعني جميع انواع ديال هاد البوطات الصغار، سب يعني في كون مكتوب عليهم في لانوتيس ديالهم بانهم سي با ريشارجابل سي با ريوتيليزابل، الهدف ديالهم انك تستعملهم وتلوحهم. هنا في الفيديو ان شاء الله غادي نشوف الطريقه ديال اعاده الاستعمال ديال البوطات، ولكن ما غاديش نعاودو نستعملهم بواحد الطريقه لا نهائيه، لانه هاد لي فالف ديالهم عندهم واحد المده ديال الصلاحيه ديالهم، يعني من بعد ما كيبقاوش يشدوا الغاز وخا تعاود تشارجيهم، ما تحاولش ما تشارجيهمش بزاف باش ما يوقعوش حوادث ليس. المهم بداو بهاد القنينات هادو اللي هما لي بيرسابل. هادو يعني الطريقه ديال الشارج ديالهم صراحه انا ما غنشرح لكم كيفاش كتوقع، ولكن ما عنديش لادابتاتور ما خديتوش، يعني غادي نحط لكم اللين ديالو ولا التصويره ديالو افيك لو بري. الثمن ديالو تقريبا 450 درهم على حساب ما اللي لقيت انا فيديوهات اللي شفتهم والبحث اللي درت على لادابتاتور ديال هذا. لا مارك ايدلغيد، سي مارك الموند، يعني هاد الماركه المانيه اللي باقيين لحد الان كيديروا لي زادابتاتور ديال هاد لي بيرسابل، وحتى بالنسبه لهاد لي فالف نورمال. بالنسبه ليا زعما انني نفضل انني نشري بوطه اولا ندير ابجريد، يعني شونجي لي بوتاي نديرهم مثلا لي بوتاي فيس اللي هما لي زادابتاتور ديالهم موجودين في السوق وبثمن ارخص، يعني كتبقى ملك ارخص باغابوغ مع هادي اللي غادي تشري لادابتاتور بوحدو غتشري ب 450 درهم بزاف، يعني سي بارونتال. هذا النوع الاول. النوع الثاني هما اللي كنلقاو شائع بزاف بالنسبه للناس اللي كيمشيو لديكاتلون، هذا كيلقاو بحال هذا البلاط ديالو نورمال على هذا الشكل. هذا هادو كاينين لي زادابتاتور ديالهم وكاينه الطريقه ديالهم ديال الشراج، غادي نشرحها من بعد. الديفو ديالهم هو لا ستابيليتي ديال الراس، و يعني حتى بالنسبه لا شارج ديالهم يعني سي با، يعني بالنسبه لاداب خاصك تشري الراس ديالهم ديال كومبينغاز، يعني ما تقدرش تستعمل معاهم راس حدا اخر، يعني دير شي ماركه اخرى اولا شي صنف اخر للبوطات باش انك تقدر تستعملهم. اللي كيجي منها النوع يعني هو النوع الثالث اللي هما هادو البوطات هادو افيس فالف افيس، اللي هما دابا منتشرين بزاف، اللي كتشوفهم دابا بزاف ديال المارك عالميين، كاين برايموس، كاين اوبتيموس، كاين بزاف، كاين كولمان، كاين بزاف ديال لي مارك، وغادي نشوفو غادي ندوزو بعد الماركات اولا انواع الاصناف ديال هاد البوطات هادو باش نشوفو شنو كاين، شنو هما اوجه الاختلاف ديالهم. هادي مثلا خديتها من ديكاتلون، كاين جوج انواع من ديكاتلون عندهم، هادو جيت بويل، هادي 4 سيزون، وعندهم هادو ديال الفور كلاس ديال ديكاتلون ديالهم، سيسون دي بوتاي فيدو، دو كيكومرساليزوهم دابا لحقاش ما هاد كومبين غاز لي فالو نورمال اللي وريتكم دابا البيرسابل مابقاوش كيستعملو الناس بزاف، يعني حتى لي زاكسيسوار ديالهم فروز ديالهم وهذا، يعني كتلقاهم لي فالفافيس
c'est plus accessible ورخص حتى في الثمن ديالهم كيكون رخص بارابور مع الاخرين. يعني تقريبا نعطيكم على سبيل المثال الراس ديال هذه كيديروا 25 اورو عادي سي با كلك شوز، الوغ كو الراس ديال هذه واحسن من هذه من ناحيه ديال الاستابيليتي، من ناحيه ديال الثبات اللي كتحط فوق من شي حاجه كتبقى ثابت، وحتى من ناحيه ديال الغمض. يعني هذا مجهد على هذا، يعني من ناحيه ديال التواتر ديالو هذا 3000 هذا شي با كوميان، مي هذا احسن منه حتى بالنسبه للاستابيليتي. يعني ديجا الراس كما كتشوفوا كبير، تربى تحط فوق شي حاجه كتبقى ستابل ما كاين حتى شي مشكل. بقاو في كامبينغاز، يعني حتى هما داروا واحد الابديت للقنينات ديالهم، كاينين هاد القنينات حتى هما فالفا فيس بحال بحال هادي تقريبا، يعني غير هو بالنسبه للناس اللي غادي كيبغيو يديروا باك باكينغ وكيبغيو ياخذوا مثلا هاد البوطات هادو. بالنسبه لي انا بيرسونيل مول كنت غادي نحط بوطه في الساكادو ما بين هادي وهادي، غادي نختار هادي. ديجا الفوليوم والكاباسيتي ديال هادي كبر من هادي، وحتى بالنسبه للشكل ديالها يعني كتادابط باش انك ديرها في ساكادو بلو فاسيلمون. اللي كلوزنا الشكل الاخر اللي غادي ندوزو ليه دابا هو هذا اللي كنت حددت عليه في المنشور، يعني كيكون هذا الراس هذا فليك فيه تويو فليكسيبل كيتحط، كيكونوا كليابل يعني كتقدر طويهم ساهلين انك تجمعهم، و حتى بالنسبه للبيسونس ديالهم تما لا بيسونس ديالهم 3000 تقريبا الواتر، يعني باش انك تشارجيو هذا وكتحيد. هو لا سبيسيفيسيتي ديال هذا انا كنستعمل معاه هاد لي بواط دو ريشارج، هاد لي كارتوش دو ريشارج هما هادو بحال ما هادو كنشريهم انا تقريبا هنا كاينين في واحد المكازان كنشريهم ب 13 درهم مغربيه 1.28 تقريبا 13 درهم، وفيها 227 غرام، يعني كتقدر تشارجي لك هادي فاسيلمون، يعني سي لا ميم ريشارج هادي وهادي تقريبا، يعني سي لا ميم بوا. كدير على هاد لادابتاتور هذا غادي نتكلمو عليه تما من بعد اون ديتاي، غنوري لكم فيت في لابيرسو باش تشوفو كيفاش كيخدم. يعني كيولي عندك فالف ابيس بحال الفالف ديال هادي ولا ديال البوط الاخرين فيهم فالف ابيس، كتولي عندك فالف ابيس بحال هاكا غير هي كتشد هنا، دير واحد الخبا سبيسيال فوالا كتادابتيها داك كتزير هذا فيلتاج ديالها كتولي لومبول تاعي كتقدر تستعملها. غادي نجربها وغادي تشوف هادشي كامل اون ديتاي ان شاء الله. بالنسبه للطريقه ديال باش كنعمر هادو كاينين لي زاداتور اللي تحدثت عليهم ديجا في واحد المنشور فيسبوك، لو بغيتو تشوفو بيان سور بارطاجي تشوفو على الجروب ديال ترافلرز. لي زاداتور اللي خديت انايا هنا عندي لا بوتي دو غاز نورماليزاسيون فرونسيس، يعني هاد الراس هذا صغير بارابور مع داكشي اللي عندنا في المغرب. انا هاد لي زاداتور اللي خديتهم على قبل البوطه ديال المغرب، العبار ديال البوطه ديال المغرب هذا من ناحيه ديال الراس فين كتبرونشو، وهذا الراس هذا كيجي البوطه اللي غادي نشارج. يعني ملي كما قلت لكم ملي كنخرجوا البوطه ديال الغاز كنخرجوها من الثلاجه كتكون بارده، هذاك الغاز كيكون ليكيد كنقلبوها كنديروا الراس لتحت، وديك الساعه كنبرونشيو هاد لادابتاتور ديالنا باش نقدروا يعني نشارجيو البوطه ديالنا. كيفاش كتم هاد العمليه؟ هادي ساهله، يعني كناخذوا البوطه اللي غادي نشارجي مثلا غنشارجي هادي ها هي كنبرونشيها عادي، ولا لاحظتوا هنا هاد الراس هذا ديال لادابتاتور يعني بحالو بحال ديال الفور اللي كاين ديال الغيشو ولا ديال البغيلور، وهاد الجهه هادي كتجي البلاصه اللي فيها البوطه، يعني على سبيل المثال هادو هو راس البوطه كنبرونشيو وكنخليوها بحال هكا اون اوتور، يعني البوطه كتكون الفوق كنحطها في واحد السيبور يعني كتبقى مهزوزه شويه بارطو مع هذا باش الغاز تبقى تيكولي من هنايا تبقى تهبط حتى كتشارجا، يعني كتخليها واحد الساعه ولا نص ساعه المكانة. وحاجه اللي مهمه يعني بالنسبه لا ريشارج ديال هاد لي كارتوش هادو خصك تغسبكتي لا ريكومونداسيون اللي كاينه في لابوتي باغ اكزومبل، باش نشوفو مثلا يعني هادي يعني البوا ديالها نت 230 غرام، كتلقى يعني مكتوب على البوا ديالها كتلقى مكتوب عليها 230 غرام، يعني كتلقاو لي ريكومونداسيون. انا ما خصنيش نفوت 230 غرام، يعني ملي غادي نشارجيها غادي ناخذ واحد لا كارتوش هادو وناخذ وحده اللي مشارجي، يعني ملي غادي نشارجي هاد البوطه هادي
يعني كنحطها فواحد الميزان. انا عندي واحد الميزان بحال هذا الكترونيك صغير، يعني كنعبر البوطه ديالي ولا كنحط فوق منه البوطه ديالي وهي كتشارج. او ميم طون ملي كنشارج انا البوطه، حط مثلا هذا الطابل كتشارجي، كتشارجي البوطه ديالك، يعني كتشوف لو بوا ديالها افور اي ميزور، كترد البال لو بوا ديال البوطه ديالك شحال كياخ. ملي كتوصل البوطه لو بوا اللي هو مكتوب عليها اللي هو ريكوموندي على لا بوتي، كنحبس لا ريشارج، يعني كنديبرونشيها باش ما نفوتش هذاك البوا، لحقاش لفتها ولا كانت فيها اون سوب بريسيون، يعني ملي كتشعل يعني البرولور ولا هذا تقدر الله يستر تفركع الا كان الجو سخون، الا كان الجو سخون وكانت الحراره تقدر تفركع، تقدر دير لك هذاك لي زيكلا دو فو، يعني كتكراشي لو فو ولا كنتي وسط لا طونط ولا حداك لا طونط ولا شي حاجه اللي ما تا لا كتبرولي بالزربه تقدر تشعلك العافيه. سينو تقدر دير لك دي فويت دو غاز، الا كنتي مثلا كتحط البوطه لداخل في لا طونط ولا هذوك كتسد عليك دير لك فويت دو غاز، تقدر دير لك انتوكسيكاسيون لا قدر الله. المهم كما قلنا كتشد، يعني كتاخد لا بار ديال البوطه ديك او ميم طو هي كتشارجي، ملي كتوصل البوا ديالها كديشارجيها باش كتريسبكتي لي ريكومونداسيون، ما خليك حتى شي حاجه فيها وكتستعملها بواحد الطريقه اللي هي امنه. نجيو دابا لي زادابتاتور باش نشوفو الطريقه ديال العمل ديالهم. يعني شفنا النوع الاول اللي هو التيو اللي كدوز من البوطه ديريكتومون. بالنسبه للنوع الثاني اللي نقدروا نستعملو، نقدروا نستعملو هاد لي كارطوش هادو باش نشارجيو بهم هاد البوطات هادو لي فالف لي هما نورمو، نقدروا نشارجيو بهم هاد النوع هذا، ونقدروا نشارجيو بهم حتى هادو فالف هافيس، نقدروا نشارجيهم بهاد لي كارطوش هادو ديريكتومون. غادي نحتاجو واحد لادابتاتور اللي كاينين في سيت انترنيت اللي هما يعني رخاص بزاف. لادابتاتور على الشكل هذا، الا كنتو غتشري ولا شي حاجه حاولوا تشريو جوج ولا ثلاثه، لحقاش بياسه صغيره بحال هادي تقدر تضر لك، ويعني بوغ شارجي باش انك تشارجي لي بوتي ديالك سافا ديفيسيل ابخي. بون شارجيو هادو خدو من واحد جوج ولا ثلاثه خليو عندكم احتياط، يعني ربما يعني تحتاجوهم في المستقبل. طريقة العمل ديالها سهلة بزاف، مثلا غناخد هادي البوتي باش نشارجيها سهلة، هادي الخاوي مبقاش فيها بزاف، كنشد هاد لي بونبون هادو على هاد الشكل هذا، هاد الراس هذا ديال الباتور كيجي في البوطة هنا تحت وهذا كيجي هنا فوق، نبرسي عليه هذا، نبرسي على الادابتاتور، نبرسي عليه مزيان ما سمعتو، وهادي باش باش كنشارجي بحال كتشارجي شي بريك، وكنخليه كنبقى واحد المده نبرسي عليه حتى كنحس بان البوطه يعني تشارجات، وهاديك الساعه كنحيدها، يعني على حساب لا غوشارج اللي بغيت. انا بغيت نشارجها كومبليتمون، يعني كنبقى مرق على بزاف حتى كتخوى هاد البوطه الفوقانيه كتخوى التحتانيه، سينو كنت باغي نشارجها غير نص ولا باغي عندي غير غرض نستعملها واحد المده اللي قصيره ونحيدها، يعني نشارجها واحد اون مينوت ولا دو تخوا مينوت طون باش انا تشارج واحد شويه من بعد كنحيدها. هادي هي الطريقه باش كتشارجي بالادابتاتور الصغير، فوالا بحال هكا. من بعد هادي سي سافا دو سوا، يعني عند الطريقة هادي لي فالاب بوغ لي دو بوتي، يعني بالنسبة لهاد الفالف هذا أولا هذا أبيس ولا فالف نورمال، يعني سافا دو سوا، يعني كتاخد هاد لادابتاتور هذا كديرو في هاد البليصة كارطوش دو غاز كتشارجي. بالنسبة للناس اللي تيقولو ليا باش نجاوبهم عاوتاني، غادي نحط لكم التصويرة ديال لادابتاتور ولا لو ليان ديالو، غادي نقلب عليها، يعني لقيتو أنا في إيباي غادي نحطو لكم مع لو بخي ديالو بطبيعة الحال لا ديسكريبسيون. هاديك الساعة اللي تيقول ليا هادو مكيتشارجاوش، سي كيتشارجا، وغادي نحط معاه، غادي نحط ان شاء الله نقلب على لا فيديو اللي كنت شفتها الطريقه، لحقاش انا في الاول كيسحب لي جوتاب حتى بديت كنقلب، يعني لا كيوريزيتي قلت بيا حد ان هادو كيتشارجا، انت هادو يكونوا كيتشارجا، قلبت فيديوهات في يوتيوب هذا وطحت يعني في دي فيديو فيهم لي زيكسبليكاسيون اللي كيشرحوا لنا كيفاش كتشارجي هذا، ومن بعد لقيت فيهم لو ليان ديال البلاصه اللي قدرت تشري فيها لادابتاتور. كاينين دي سيت اللي مابقاش فيهم سي اون روبتور دو ستوك، حتى داك لادابتاتور كان مطلوب يعني قليل بالنسبه للناس اللي كيستعملوا هاد البوطي هادو، والثمن ديالو غالي، يعني سي با ايفيدون. بغيت نهضر لكم على واحد القضيه واحده اخرى، يعني بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يستعملوا مثلا بحال هاد الراس هذا اولا هذا، يعني كاينين هذاك لي في تخوا برونش اللي كتشوفو نتوما مثلا في سيت انترنيت، كاين واحد لي بليابل صغيور هذاك تاهو مزيان، يعني فيه لا بويسونس مزيانه، ولكن ديفو اللي لقيت فيه انايا ما خديتوش
انه لا ستابيليتي ديالو ناقصه. فيه 3 برونش، اول حاجه 3 برونش ما كتشدش حاجه، فيها 3 ما كتشدش 3 برونش، سي با ايفيدون، ومقاربين بزاف يعني صغير. ولو فون فاكتور ديالو اولا الحجم، عامل الحجم ديالو مزيان لانه صغير، وكيقدر ديرو فشي جيب صغير في باك باك ديالك، يعني ما سي با كومبو، ميم كي ما كياخذش واحد الحيز كبير. ولكن بالنسبه لاستابيليتي ديال مثلا ينغامير ولا هذا، لا تحطها فوق منه، مش سي با لا ميم شوز. هذا صراحه يعني بلياب من ناحيه ديال هاد السيبور ديالو هذا، ويعني سي ان بون فورم، ان بون تاي، ان بون فورم. ينغامير سا تيان دوسو امبيكابل، يعني حتى من ناحيه ديال الحراره، بويسونس ديال الحراره سي امبيكابل، يعني سي ريان ادير بارابور هذا. كاين هذا حتى هو، يعني ملي كديبليه صراحه هو كبر من الاخر، يعني لهذاك لي تخوا بونش اللي هضرنا عليه دابا. حاجه وحده اللي فيه مزيانه اللي عجبتني انا باش ناخذ هذا، وخديت حتى واحد الادابتاتور نهضروا عليه دابا نيت، هو انه كيبقى لك فليكسيبل، كتحط لابوتي كما كان النوع ديالها، يعني تكون يعني نحط مثلا هادي نبرونشي هاد البوتي، نبرونشي بوتي عادي بحال ما هادي، اولا هاد البوتي الطويل اللي شفنا دابا، تبقى عندك لا مارج باش انك تحط البوطه بعيده على لو فو، و سي ستابل، يعني كتحط في الارض مثلا. اشرح لكم دابا، غنحط مثلا هذا في الارض، يعني كاين واحد الاكسسوار جوج حوايج اللي هما مزيانين واللي عجبوني صراحه باش انا خديت هاد لاطيت هادي. انه اول حاجه فيها بريك انتيغري، يعني كاع حجره واحد البريكه الكتريك، يعني باش لي تنسل حتى نسيتي انت البريكه ولا شي حاجه عندك باش تشعل البوطه، يعني ما تبقاش اون با. ثاني حاجه هو انك كتحط لو فو، وتقدر تستعمل معاه هاد البارفون، يعني واحد المضاد للرياح باش انك تقدر طيب فاسيلمون، يعني ما يكونش عندك مشكل. هاد البارفون حتى هما تلقاهم في سيت انترنيت رخاص، يعني ما فيهمش ثمن بزاف، كتحطهم على هاد الشكل هذا، كدور لاكامين ديالك ترونكيل، كطيب ما كاين لا برد لا والو، لا غادي برصتك ولا اللي غادي تفلك لو فو، يعني وخفيف حتى في البوا ديالو، يعني سي با اون كومبون. كديرو في ان بوش وصافا، تقدر يعني تانستالا في اي بلاصه، واخا يكون لوفون، واخا يكون مثلا تلج ولا هذا، ولا شي بلاصه اللي فيها الكليما صعيبه، جو خيب كدير البارون ديالك، عندك البوطا ديالك خدام ترونكيل، مكاينش كيفرصتك. وهنا غادي نشوفو لو ديرني ادابتاتور اللي غنهضرو عليه اليوم، اللي هو هذا. يعني بالنسبه للبوطا، البوطا هادي افيس، عجبت لكم انا، فو فيغ لو بكري، فو باسي هاد البوطات هادو افيس، باسكو سي افونتاج. علاش كتبقى مثلا بزاف ديال ليزاكسيسوار، انا مثلا لقيت واحد ليزاكسيسوار فواحد سيت انترنيت، مثلا هذا سي غالونج، غالونج تقول لي كيفاش غالونج، نقول لكم فوالا غالونج، مثلا البوطة عندك هنايا بلاصة فين كتركب البوطة ديالك، ومثلا ما بغيتيش تستعمل غير غيشو واحد، مثلا بغيتي طيب جوج ديال لي غاميل او ميم طون، يعني مثلا بغيتي طيب ان بلا وخاصك طيب لي جوج ديال لي زانغريديون او ميم طون، بغيتي دير ان سوب افيك دي بات ولا هذا، ولا صوص بوحده ولا بات بوحدهم او ميم طون، يطيبو بجوج او ميم طون باش يكون داكشي سانكرونيزي. عندك هنا ان غالونج افيك هاد دوبل سورتي، وحده تلصقها في هذا، داكشي علاش خديت هاد البيتات فليكسيبل باسكو سا فون بيرميت دو بيان ترافاي ترونكيل. هذا تلصق وحده هنا، عندي ان دوزيام بيان سور، داكشي علاش خديتو. اي باغ اكزومبل غتحط هذا، ها هو لا دوزيام تيت او لا دوزيام غيشو، كتركبهم يعني، وكتقدر طيب بوطة وحدة جوج ديال الحوايج او ميم طون، يعني سكو دي افونتاج، يعني باش هكا يكون عندك البوطة افيس، لحقاش الفالف نورمال فحال هادي متقدرش دير بحال القضية يعني. ميزابار بيان سور هادو كتركبو فواحد لي فور كيكونو كاري، ولكن سي اون كومون كبار والحجم ديالهم ثقيل، وهداك الشي سي با افونتاجو. دوني بوان لي بغيت نشوف معاكم في الفيديو هذا، هو هاد لي ماك هادو، عندكم اوبتيموس برايموس بريماغاز، بزاف ديال لي ريفيرونس، كولمان تا هومايا، كولمان معروفين في لي ريفيرونس ديالهم، عندهم حتى موان 27 دوغري، تيخدمو في التلج مزيان. انا خديت هادو جيت بويل، لقيتهم عند ديكاتلون هنايا، سي 4 سيزون هاد لي نوار هادو، علاش خديتهم؟ سي 4 سيزون بيرفورمانس، يعني بيرفورمانس ديالهم مزيانة، الجو سخون و حتى في الجو بارد، لا بيرفورمانس ديالهم مزيانة. سي ان بو برودوي، سي با تري شير، يعني مثلا كنت غادي ناخذ على سبيل المثال، لقيت في امازون
لقيت بريموس بواحد 5 ولا 6 اورو لهذه 230 غرام، لي فخي دو ليفغيزون لقيتهم 15 اورو، يعني سافا موفنيغ واحد تقريبا واحد 200 250 درهم مغربيه انا ناخذ بوتي دو غاز، الوغ كو هادي سمكو 60 درهم ولا 50 درهم. Vous voyez la différence, et c'est un truc de qualité, c'est la performance, c'est la même chose. Et pareil pour Ado 4 euros, 4 euros, 4 euros et quelques, 5 euros, très bon, c'est un bon produit. J'ai testé Ado, camping gaz, ça en main, j'ai testé Ado, c'est un bon produit, ça tient bien, ça m'a fait une semaine tranquille. Et quand je chauffe, j'ai un quand tu as des plats. صراحة يعني غير نادر من هاد الناحية غير نادر غير لو طون دو باسي لي فالفافيس هادو إلا ما كانش عندك لا بوسيبيتي باش ما كانش عندك يعني الإمكانية باش أنك تبدل البوطة دو غاز هادو أو موا حاول تكايس على لي زاكسيسوار ديالهم باسكو البوطة راه كتاخد بواحد 40 درهم ولا 50 درهم مي الراز يعني هادو لقيتهم بون أوكازيون سي بيان لقيت مثلا لي روش هادو أون أوكازيون سي بيان مي سينو تبغي تشري من ديكاتلون سافا غونكش. المهم هذا هو، نتمنى انكم تكونوا استفدتم من الفيديو هذا من الطريقه باش انكم كتشارجيو لي بوتي ديال الغاز. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر ونشرح لكم شي حاجه جديده باذن الله تعالى. خليكم على خير، بيس.